بس يا ولد بس لا تخدم الا لي اوو ليه 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 خلاص كنت برمي على البنده ليه ليه اوه شو يا بنت اطلع برا قلت لك حلو لقط عليه مش علي هلو يا جماعه كيفكم شو اخباركم رجعت لكم في فيديو جديد مع عمر اوكي شو الفيديو تبعنا اليوم؟ الفيديو اليوم طبعا هذا الترند عم برجع كثير قاعد اللي هو تحدي الضحك ها؟ فيديو تحدي الضحك ترند يس اه والله عم برجع ترند هلا جد بحكي نهج القاف بس بعمل احمد هم الاثنين ما عندهم محتوى هم الاثنين ما عندهم محتوى ناجي؟ ايش؟ وينك؟ السلام عليكم بس الترند رح يكون هاي المره غير ايش انه كل حدا بيضحك حيحط في تمه حبه مارشميلو لا لا ليه عامل دايت ما هو المدرب تبعي المدرب تبعي شوفي حيضربني ممنوع تبلعها ممنوع تفها ممنوع تعمل فيها ايش لازم تحط تمه عادي للدايت هيك عادي اتصل على المدرب لا ما في داعي اوكي خلص ما اذا انت مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب اعطيني الكيس اللي جنبك اي شوف شوف قدام نفتحه وياك ديش اكل ما بدي عامل دايت الو كابتن عصام ثياب المصار بضربه فطلبت منكم على انستغرام تحطوا لي فيديوهات بتضحك على هاشتاج صبا اندرسكور الضحك فهلا رح نعمل سيرش ونشوف واذا ما كان في اشياء بتضحك حلغي هذا الفيديو يلا نبلش نعمل رياكشنز طب نشوف اول فيديو معنا لليوم عامل طنجرة زت بس هو كتير بضحك بس لو في بوس لو في ساوند بطلع بضحك ترى ضحكت انت لا والله ضحكت نو اوكي رح احط اول حتى الأمهات على الساعة 6 الصبح Oh I know I know. I told them that yesterday. When I was at Brody's practice, his football practice, I told them that I wasn't gonna do it. I know. مهسس الضحك كله. ماما ماما والله انت هاي انت. هذا غير مضحك عشان عدم احترام للامهات. كلهم بيصحوا الساعة 6 الصبح ليش ما بتعرفوا؟ ما بضحك. ما بيعرفوا يشتغلوا. قلة احترام للامهات هاي. صرت اطلع مارشميلو من تمي. ليه؟ كان كثير بيض هذي اللي يقولون عليها في منتصف الجبهة ضحكة ثلاث أنواع اللي هي والهو ليش رحبه أنا أنه كل الفيديوهات عنك فضلك تضحكة لا لا ما ضحكة شلها يدي في وسع صوتك أملا يا باري باكا ميشي أملا أوي A banana baker and see What can see? قوي ضحكته لا والله والله لا يخرب بيتك ضلك ضلك تضحك يا شغلات تنفع لا هونتوني يوكاتا تو موتيريو هو حط فيديو ونزل فيديو إله فيديو إله صح؟ كفو استمر أخوي فيديوهاتك بتضحك بس بديش أضحك عشان ما أحط مارشميلو جد طيب فيديو كثير ضحك انت تضحك والله راح تضحك حط مشمل حط كثير بضحك كثير والله والله شو هذا الفيديو جد كثير غبية لو اكون منكد بشغله ها وين الكوميديا وين عن جد وين يعني واحد بعمل عادي انا اختار عادي الفيديو تبعك انه حموزة سلم عليك همس البنية جميلة مش عارف ايش قولها وعليكم السلام ايش هاد؟ طب هلأ عمر قرر انه يحط هاشتاج I am focused ها؟ ليه وصل انه اضحك بقى؟ بديك تنخنق اليوم هو المفروض اني اوريكم كيف كانت هيبة المسلمين ذاك الوقت يعني بس هذولي هذا شكل المسلمين اللي انهزموا اللي خرجوا من اسبانيا هذولهم انا لوني في المعركة قتلت اعدائي من الضحك تخيلوا اجيهم كذا بحاربك شكرا هو المفروض اني اوريكم كيف ضحكت حط في تمك بسرعة
نقاش عائلي بسيط. ابو ضحكت كلك فعليا انت كنت حكيت والله حط عملي له خصم ما مش قادر احكي بروح بكسر الراوتر حياتي متدمره من صلصه لراسها انا يا الله يا كريم يا الله ماشي بديش رقص ليش انا بحق طالما بيص يعني طالما قول السؤال تاني شو شنو تسووا لو كنت مكانه بطل عني وكان اتنفر ممنوع تبلع ياري صحيح من تمي طب اسمع اسمع عشان يكون fair enough حضرات تمي اخ بنقسم الحبة نصين يعني كتير كبيرة يعني طلع الحجم انتو شايفين كتير كبير فاحنا بنقسم الحب نصين بدناش اقوى يا جماعه لا بدناش اشي اقوى بديش احشر ثم كم من مره هاي اخ ذكرت بالاردن يا اخي ليش انت وين عايش لا 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 حلوه 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 جميله نايس يا حرام بس موسى شفت كيف جابت حط اثنين كثير ضحكته والله ايش في صرخت كم دمك خفيف ما بتضحك ما بتضحك نزلت التوست لا لا ما بتضحك انا اللي بضحك اللي ضحكني انه حاطينه مقاطع مضحك هذا الواحد بكسر حيط في حدا فكر انه هذا الشيء بضحك طلع واضح بضحك عليه من اليوم بنام بدري وبترك السهر انا الساعه 2 الفجر مجموعه عندي هنا تعالي جنب انا اول حركه هذه ما شاء الله عليك يا شاب يعطيك الصحه والعافيه برافو لحالك حطة زدخك يا عمي على ناس انت استعب ايش عم يصير هو لابس الاشي كتير غبي يا يا باي ذا واي اول حدا بيملي تمه ممنوع تشرب يا حبيبي عم بتذوبهم اول حدا بيملي تمه بالمارشميلو بهذا التحدي والخسران دي دبوسه دي اللي في ايدي دي دبوسه اف اف لا تفكني ما فهمت ايش بالضحك كثر ما تضحك يا الله إذا تبي تشتري بس خايف من القبيلة تمك بتانا لا لسه لبست مخنقة يا
عاصمة الإمارات. عاصمة السعودية. فعلا صح. ألف مبروك. ألف مبروك عاصمة الإمارات السعودية. ألف مبروك. صح. الفنان بلال. والسبب تنعم. يا هلا أخوي كيف حالك؟ هلا مرحبا كيف صحتك؟ حقيقة أنا أهنيك علشان كذي أنا حريص أسلمك الجائزة بنفسي. تستاهل. أنا بشكرك. خليك تعال. يستاهل. بدون مساعدة رجاءً. بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك. ها. مبروك. فاز معنا بسيارة. مبروك. شوفوا الإشي. حطها كما كنت على أطحى. عمر هو الخسر. نعم شاهد أحلاك أنت تحكي يا الله شو الفيديو هاد؟ كيف أنا خسرت؟ كيف؟ أنت مش قادر تحكي أصلا. طيب يا جماعة الوينر هو صبصب. شكرا لك. غريب انت بتفوز بكل فيديوهاتك صبا، كيف هيك؟ لا انت دائما انا دائما بخسر على فكرة حبي فيديوهات. هاي المرة انت اخر حبة تملك. طيب يا جماعة هذا هو الفيديو لليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا. كثير استمتعت. روح افرش. كنت حموت بالغلط. بدي افرش اسناني بكلوركس. ان شاء الله يا رب تكونوا حابين الفيديو. راح احط لكم قناة عمر تحت بالدسكربشن. اعملوا لي فولو على انستغرام. تعال وفولو على انستغرامه. اذا بتحبوا تشوفونا مع بعض مرة ثانية فيديو جديد احكوا لنا بالتعليقات ان شاء الله تكونوا حبيتوه. باي. يلا. شو باي.